اخوتي هنا كما كتشوفوا القلب النابض ديال هنا فين كدات عمر من هاد الدخله. هنا كيوصلوا الطاكسيات كاع الطوبيسات كيجيو من كازا ومن كاع البلايص تمام. 800 900 المهم كيمشيو هاد النوامر ديال الطوبيسات كيمشيو حتى لوسط كازا. واهم بلاصه نقدروا نقولوا من اهم البلايص ماشي اهم بلاصه هي هنا فين كاين السيتي كلوب والمحطه ديال التران ديال المحمديه. سواء بغيتي تجي لها من اي مدينه في المغرب بغيتي تجي للمحمديه اسهل وسيله هي شد التران وتجي مع راسك. كاين في الصيف كتلقى بزاف كيجيو من شحال من مدينه كيجيو شد التران يتبحروا ويرجعوا يجيو للصابلة يجيو. المهم كما كتشوفوا كاين سيتي كلوب هنا وكاين لاكار ديال عين السبع. هادي اول بلاصه بغيت نصورها لكم. هنا كما كنقولوا قبل ما ندخلوا المدينه القديمه القصبه بغيت نبارطاجي معكم هاد البلاصه هنا يعني الوسط القلب النابض ديال هاد المدينه والشارع البلاصه الشارع اكثر رواج. خوت قبل ما ندخلوا المدينه القديمه بغيت نصور لكم هاد البلاصه معروفه بصحاب الساندويتشات كيديروا داكشي زوين. ديما ملي كنجي الصيف كنتبحر كنجي ناخذ من عندهم ثمن زوين ساندويتشات واعرين ديما عامرين كاملين. خوت دابا حنا داخل الديور ديال هادي كامل كتسمى القصبه يعني القصبه اشهر بلاصه هنا في المحمديه. المحمديه ملي كتقول المحمديه كتقول القصبه بلا كتقول البحر الصابلا بلا ماني سمال. دم الديور ديالها يعني هاد القصبة شعبية وناس شعبيين وقدام زوينين. دابا حنا غادي من هنا غادي نخرجو هنا اللي كيشجعو SSM يعني شباب محمدية. حنا من هنا غادي نخرجو القصبة الوسط نقدرو نمشيو جولة خوتي هنا الوسط ديال القصبة كما كتشوفو هنا فين كاين الجامع. هنا دابا غادي نتمشاو هنا شويه بلا ما نقطع لكم لا فيديو. مبغيتش نبدا باسكو هاد القصبه شويه كبيره الا بغيتي تضرب فيها دوره كبيره غتاخد ديال الوقت بزاف مبغيتش الفيديو يجي طويل. المهمين كما كتشوفوا هنا الجامع هنا الصبايقه جات وسط القصبه المشهوره فيها لي غيستورون صحاب الحوت اي لعيبه بغيتو تلقاو هنا. هنا غادي نضربوا دويره نكتشفوا مجموعي هانتوما صحاب لي غيستورون صحاب الحوت العيبات هنا الوسط الخبز. المهم شي اي حاجه بغيت قصبة مدينة قديمة صغيرة وزوينة كتعجبني انا بزاف. من هنا كتخرجوا من البحر كتخرجوا هنا. هنا كاينين الفيلات لي زابارتمون غاليين هنايا يعني تقرب للبارك تكمل الجوله ديالنا. يعني قبل ما نمشيو لجهه البحر شوفوا معايا هاد البلاصه الجماليه ديالها النقاوه. شوفوا النقاوه ديالها بلاصه في المستوى تبارك الله. صافي هنا كيبقاو الفيلات اخوتي هنا الفيلات هاد البلاصه كامله فيلات كلها فيلات فيلات قريب البحر حدا البحر.
بخير. وخوتي كما كتشوفوا ديال البلاصه حتى الباك البلاصه غير ديال المرحبين ديال المحمديين زعما اللي بغى يشري في البلاصه نقيه زوينه. اش داير لهم هاد البلاصه الصراحه من بلاصه زوينه فهاد السيكتور كامل داير لهم كراسي طريحه هنا فين كيلعبوا الدراري هنا طريحه داير لهم ديك البيكالات يعني عطي واحد المنظر زوين البلاصه بس جات غاليه حيت حدا البحر حدا البارك وسط المدينه زعما ماشي في الخرجه ولا شي حاجه زوينه كان خصك تكون شويه عندك شويه الحبه كنتي من المحفحفين بلاش دابا حنا متوجهين من هنا غادي نمشيو نضرب لكم دوره في البار شوفوا كيفاش واخا هو باقي هو هو ولكن نمشيو نضربوا في جوله نشوفوا كيفاش اخر ارتسامات تما شوفوا كيفاش داير هنايا كاينين لي كافي الديزاين اللي كاين هنا المهم حنا دابا نكملوا الجوله ديالنا تما بقاو معايا شوفوا خوتي دابا حنا في البارك هنا شويه كان الجو سخون شويه تغمم جات الشمس دابا الغمام شويه هنا البارك راه كان شي حاجه واعره شويه بدا يتكرفص كاينه تما الكنيسه كما كتشوفوا مشهوره هنايا كما كتشوفوا هذا هو البارك دوما كاين برجر كينغ بزاف ديال الحوايج هنايا لي زابارتومون اغلى ما كاين في المحمديه كاينين هنا في البارك يعني غير صحاب العاقه هما اللي كيشريو هنايا كاين العماله تما القدام كما كتشوفوا عاد البحر من داك الجي كتم جاي من داك الجي راه جات حدا البحر البارك جا حدا البحر هنا كما كتشوفوا لي كافي داكشي زوين يعني بارك زوين ولكن خصو يعتنوا به اكثر هذا ما كان دابا غادي قبل ما نكملوا الجوله هذا هو البارك صورته لكم نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم كون خفيف على قلوبكم خوت وصلنا دابا حنا الكورنيش ديال المحمديه هنا كما كتشوفوا راه كلشي يلا تقاد كما كتشوفوا راه تقاد ولا بهاد الحله شي حاجه زوينه وزوينه بزاف راه غادي طويل غادي حتى للاخر بحال غادي للباركين من لهيه وغادي حتى لهيه تبارك الله لا جيت نضرب لكم دوره فيه راه خصو فيديو طويل بوحدو ولكن نحاول نضرب لكم دوره هنا في الكورنيش وهنا في البحر شويه ديال وسط ديال المحمديه عاد كاينين البحور الاخرين الصابله هذاك بقاو معايا قبل ما نكملوا الجوله ديالنا ونيت نتوجهوا للبارك من الطريق ان شاء الله بقاو معايا خوتي هنا على البحر هنا الكورنيش كتلقى لي زابارتومون هنايا ولا ريزيدونس جاوا على البحر يكونوا غاليين هذ شويه هذا الكورنيش راه كامل تقاد من الف الى ياء ولا قاد ولا شي فريمون عجبني الكورنيش ديال مدينه المحمديه نقيو شي حاجه زوينه زوينه بزاف ولاحظت بلي الاغلبيه ديال لي كورنيش ديال البحور ديال المغرب كامل المدن اللي فيهم البحر كورنيش كامل قادوهم على ما اظن صحوا لي الا ما كنتش خاطئ دابا نضرب بكم جوله صغيره هنا في الكورنيش قبل ما نتوجهوا ان شاء الله للبارك ديال المحمديه اللي معروف بزاف هنا غنتوجه دابا بلاصه كاينين داير لهم بلاصه ديال هنايا في البحر بلاصه ديال الباسكيت وديال الكره وديال لعب الهوند جميع الرياضات هنا بنادم كيجي كيلعب وبدل الجو عجبتني هاد القضيه دايرين عليهم هنايا بنادم يجي يدير سبور ميبقاش غير مريح هانتوما خوتي كما كتشوفوا على البحر انا داير لهم داكشي بحال الشكل ديال الميريكان دابا الدول الميريكانيه هي اللي في اي بحر كتمشي لها في اي مدينه في اي ولايه كتلقى في داك البحر دايرين لهم بحال هكا
التيرانات ديال الباسكيت وديال ديال الفولي وديال الكره والسبور كلشي. ها انتما كما كتشوف كما كتشوف اخوتي هنايا هذا هو الكورنيش. تحياتي لكاع الناس ديال المحمديه.